مرحبا بكم. مي عمر وحسن رداد هما ضيفاي اليوم على سكاي نيوز عربية للحديث عن فيلمهما الأخير تحت تهديد السلاح. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا بك. يعني أنا دائما بقول لما بيكون في قصة حقيقية وأنتوا عم تأدوا شخصيات موجودة بالحياة بيقطر شوي أداء الممثل، خاصة أنه الشخصيات ربما تكون محفوظة عند الآخرين. وين بيروح خيار الممثل طيب لكن لما بده يشتغل شخصية حقيقية من الواقع؟ لما يجي طبعا واحد يعمل دور لشخصية حقيقية موجودة بيختلف إحساسه عموما بالشخصية دي غير لو شخصية من خيال المؤلف كلها. بس في الفيلم ده في فرق بين لما أعمل شخصية لحد معروف للجمهور زي مثلا بتعملي زعيم أو بتعملي شخصية فنان معروف، بيبقى عندك التزام بالشكل بتاعه، وفي نفس الوقت لازم على قد ما تقدري بتقربي لطريقة كلامه لطون صوته، كل دي على قد ما الممثل اجتهد وقدر ان هو يقرب للموضوع ده بيدي مصداقية، خصوصا لو الشخصية اللي هو بيقدمها مشهورة ومحفورة في تاريخ الناس وفي وجدانهم وبيحبوها. انما الشخصية اللي انا بقدمها في الفيلم شخصية خالد السامري، انت ممكن ما تلتزميش في، وده طبعا يعني مش بقول ان هو عمل كده لان ده المؤلف زي ما باجت عمر، بس هو المؤلف لما بيجي ياخد شخصية حقيقية بيبقى فيه عنده مساحة لخياله، يعني ممكن بيعمل نفس الدراما لكن بينقل مثلا الشخصية مستوى اجتماعي مثلا مختلف، ممكن يزرع شخوص تانية مش موجودة في الواقع بتأثر على الشخصية اللي موجودة، لكن بتبقى الدراما الأساسية بتاعته موجودة. فالحاجات دي بتخلي ان انا اشتغل على الشخصية اللي موجودة، لان ممكن تبقى مستوى الاجتماعي مثلا اللي بيتقدم في الفيلم بتاع الشخصية دي مختلف عن الواقع. انا اشتغلت على الشخصية مع استاذ ايمن باجت امر المؤلف ومع المخرج، وطلعنا الشخصية اللي هي المفروض تبقى موجودة على الورق، مش بالضرورة الشخصية اللي هي كانت ايه في الواقع. مي، أول مرة بتعملي ديو أنت وحسن الرداد يعني على صعيد التمثيل، هلأ أنت وهون نحن عم نعمل لقاء، أكيد في أشياء بيناتكم كانت مشتركة لحتى قدرتوا تعملوا الديو الحلو اللي بيناتكم بالتمثيل، شو كنتوا يعني وين كانت المتعة عن جد بالشغل؟ لا هو وين كانت الصعوبة؟ هو حسن، لا احنا شفنا بعض يوم في التصوير. هو حسن لا لا بس حسن شخصية هو زي ما بيطلع في زي ما بتشوفوا في الأفلام، هو طبيعي قوي وتحس انك تعرفين زمان، يعني احنا ما كناش تقابلنا قبل كده اعتقد. كان اول مره نتقابل في الفيلم، بس بجد تحسي حسيت ان انا يعني طبعا يعني صديق واخ يعني، بس ما كناش يعني ما كنتوا فريندز لا ما تقابلناش اعتقد حتى تقابلنا كده يعني مش عمرنا ما قعدنا واتكلمنا، بس لما حتى كان اول مشهد عملناه لا حسن تحسي ان هو قريب منك، يعني تحسي انك هتعرفيه من زمان، ولما بتبقى الكواليس لطيفة الموضوع بيبقى بجد أهون بكتير والحاجات بتطلع أحلى بكتير، غير لما بتبقى مثلا بتمثلي مع حد ومتضايقة بقى في الكواليس وشايلة هم المشهد، لا لا بيفرق بكتير أو بيبان يعني جدا. بيبان جدا بجد على الشاشة. أنا مش عارف إيه اللي بيحصل لي، مش عارف أنا بعمل كده إزاي، نسيت كنا بنعمل إيه في دهب. كابوس تمشي. أنا حسيت من التريلر، كوني ما شفت الفيلم فما فيني كتير أحكي ديتيلز عنه، بس من التريلر حسيت أنه دور حسن، دور خالد، في رجل ناضج، يعني أنت عادة الأفلام اللي بتقدمها بتكون كتير شبابية، هون حسيت رحت لمود رجل ناضج أكثر. مش ناضج خالص. بصي هو أنا من وأنا في المعهد كنت يعني بعد اشوف كده كنت انا متاثر بالافلام القديمه بتاع الابيض والاسود، وبتشوفي الفنانين زمان رجاله وستات يعني بيعملوا كل حاجه، وبعد ابص كده على ويكيبيديا بص عملوا ايه، تلاقي مثلا رجع باظه عامل في سنه مثلا مش عارف 7 افلام او كذا، وتلاقي يعني بيسز روايه من حواء ومش كوميدي، يعني كلها حاجات عايشه مختلفة. فكان نفسي قوي لما مثل، طبعا اكيد ظروفنا غير الظروف بتاعتهم اكيد زمان، ان الواحد ما يبقاش محصور في حاجة واحدة. فعشان كده انا بحاول ان انا اعمل انواع من الدراما مختلفة.
فاعمل دراما كوميديا مره، اعمل رومانسي مره، اعمل موضوع زي ده مختلف مره. ممكن الاسهل لي ان انا افضل اعمل كوميديا بيور من الالف الى الياء، طالما انا يعني الناس في استحسان في الحته دي. والكوميديا عموما حتى لما اتفرج على اللقاءات لنجوم كتير في عصور مختلفه قديمه في التسعينات او في الثمانينات او في اي وقت، هتلاقي دايما بيتكلم على الكوميديا ان ده طبع بوسطه، ده اللي بينجح في اي وقت، فما اخدش ريسك. فانا بحب اعمل حاجات مختلفه، لان اوريدي السينما الصحيه بره في امريكا بتلاقي كل انواع الدراما بتعمل. فما ينفعش ان احنا ماشيين في نوع واحد بس، لا، نعمل كوميدي ونعمل اكشن ونعمل رعب ونعمل كل حاجه. فعشان كده الفيلم ده كان بالنسبه لي مختلف. وبرده انت كل ما بتاخدي خبرات في حياتك كبني ادمه بتفرق بالنسبه لك اكيد في التناول بتاع الشخصيه ومذاكرته. انا عايز اقضي بقيه حياتي معاك. ده جميل قوي. مش اجمل منك يا حبيبي. ماي، انت هذا الفيلم شو بيفرق عن الاشياء الثانيه اللي سبق قدمتيها؟ يعني انت لما دائما الممثل لما بيقبل انه يعمل دور بيكون في عنده هدف، انه انا شيء ما عملته، في شيء جديد انا يمكن اعمل. شو اللي كان الهدف الرئيسي تبعك انت؟ بصي، هو ده اللي انا بحاول اعمله دائما، ان ما يبقاش الناس تسمع اسم ماي فيحسوا ايه ده، نوعيه معينه. دايما بحاول اغير، فجاه تلاقيني عملت كوميدي، فجاه تلاقيني عملت دراما سسبنس، يعني في تنوع في الادوار. الفيلم ده تحديدا مش قادره اقول لك علشان هو الجانر بتاعته كذا، هو عشان هو الفيلم حلو، هو فيلم كفيلم الحكايه نفسها، الحكايه نفسها فعلا حلوه، وقصه حلوه، وقصه جيهان حلوه جدا ومش متوقعه. مين هي جيهان؟ جيهان هي بنت اندبندنت جدا، عايشه في بيت في وسط البلد، معتمده على نفسها، عامله مشروع خاص بتاعها، عندها عربيه اكل عاملاها ومعتمده على نفسها تماما. بيجمعها قصه حب بخالد، وبعدين فجاه في يوم وليله بيحصل حدث معين، حياتها بتتقلب تماما. هو مثل حياتنا الطبيعيه، نحن كل حاجه بتتغير، كل حاجه بتتغير، وشخصيتها بتتغير، وكل حاجه بتتغير. كان في اي تقاطع بين شخصياتكم والشخصيات اللي عملتوها؟ انا بحس الممثل لما بيتقاطع ببعض المطارح مع الكاركتر اللي عم بيلعبه بيتعلق فيه اكثر او بتبناه اكثر. تقاطع يعني شبه؟ ايه بالعكس، انا بحس اكثر، انا بالنسبه لي احب اكثر لو الشخصيه مش قريبه مني، ما بتشبهك، بحب اكثر لانه بصير في اللعب اكثر. يمكن شخصيه خالد هي مختلفه عني، ممكن الوجه الشبه بس ان هو عنده حالات في حياته الشخصيه غيرت له حياته. ممكن انا عندي برضو حاجات حصلت لي كده، فكره ان هو من شخص ماشي في طريق ومره واحده الحياه ايه ادت الكتف كده لمطرح ثاني. اليوم انتوا الاثنين رح تحضروا الفيلم للمره الاولى. الممثل لما بيحضر فيلمه للمره الاولى هل بيطلع على شكله كيف طالع، ولا الاداء، ولا شو اول شيء بتكون بدك تعرف شو هو اول ما بدك تحضر الفيلم؟ اول ما بتفرج على الفيلم ببقى طبعا بطلع ببقى عايز استخبى في اي حاجه. دايما ممثل بيبقى مش حابب يشوف شكله، وببقى اقعد دايما وانا بتفرج على المشهد بشوف الكواليس اللي كنت بصور فيها وقتها. بيبقى الواحد ما عندوش مش هقول قاسي على نفسه، بس بيبقى ما عندوش الفرجه اللي هي بتاعه الناس اللي بتشوف المشهد. انا ببقى شايف الكواليس فاقول ايه ده، ساعتها دي كانت ساتسفايد 100%. دايما بتحسي انا ليه ما عملتش كذا، انا ليه ما زودتش كذا. وبتتذكريها لما بدك تعملي مسلسلك الثاني او دورك الجديد؟ يعني بتصيروا بتتذكروا هي لا انا اعتقد إن يعني من مرحله انك تتفرجي وتحسي بالكمال، ان ده بيرفكت، ما كانش محتاج ان انا ازود حاجه، ده صعب قوي انك توصلي له، ومش صح انك توصلي له. بالضبط، يعني انا بشوف ان دي مرحله خطر اصلا حد يوصل لها. يا لهوي، ده انت قلبك اسود قوي. انا برضو انا ما عنديش مشكله في تاريخ ده، احلى تاريخ. لو تدي الدلع موسى، انت كنت بتديله؟ قال عنك احمد السبكي رشدي اباظه بالمؤتمر الصحفي، قال انت الجيل الجديد من رشدي اباظه. التخين بس من طب سؤال، نحن اليوم اصلا لما بنقعد بنحكي عن هدول يعني الايقونات يلي مرقت، انا بقول انه
ما بقى تكرروا، بس يمكن بيطلع ناس جديده بتوازيها واحسن، لانه اليوم حتى اذا بتتفرج على سينما زمان بتحسها شوي كرتون، يعني حتى الاداء ما كان حقيقي مثل هلا يلي بيدور عليه الممثل. بصي فترات وفترات او في حاجات وحاجات، طبعا عم احمد طبعا بيقول كده بيحبني بس بيقول كده يعني بمجامله، لكن طبعا النجوم الكبار بتوعنا فنان رشدي اباظه وكل النجوم اللي كانوا موجودين زمان في عصرهم في وقتهم بشكلهم اكيد محدش ينفع ان هو يعني يقرب منهم لان هيتحرق يعني اللي قرب ليهم، انا بشوف يعني او يقارن نفسه بحد من دول، لكن كل فنان بيبقى يعني ابن البيئة يعني. والتجارب اللي هو موجود فيها في السنين دي. زمان كان في روايات كتيرة جدا، وكان في توفيق الحكيم وطه حسين ويوسف السباعي، روايات كتير وعدد إنتاج ضخم موجود، ده أكيد بيبقى حلو للممثل ومواضيع بتسقله أكيد، وعدد الشغل كتير أساسا في السنة من أعمال. دلوقتي الموضوع عايز تعمل 3-4 أفلام في السنة أعمل، بس ممكن تحرق نفسك لأن الموضوع بقى غير زمان. هو ممكن تاريخ سنتين زمان بتاريخ 21 سنة دلوقتي أو 15 سنة دلوقتي، وتكلفة الأفلام وكده. فالموضوع طبعا يعني بشوف كل زمن يعني هي الحاجات المناسبة لي بالظبط. أنت شو رأيك ماي؟ في أنهي نقطة بالظبط؟ يعني أنت بتحسي يعني فكرة إن هما زمان كان أداء كرتوني؟ لا يعني لا. أكيد لا يعني إن مش أكيد كل الأفلام بس يعني أكيد فاتن حمامة أكيد أداءها ما كانش كرتوني، سعاد حسني أكيد يعني بالعكس إحنا عندنا فنانين عظماء يعني أكيد عمر الشريف يعني كتير اسماء كتير احمد رمزي يعني لا 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 انا اقول لك لا 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 انا كرتوني بس ممكن هو ممكن يكون طريقه الكرتوني بس ممكن في الحاجات بعض الحاجات اللي هي اكشن او موجوده، لكن انا هعدلك مثلا كل النجوم يعني مثلا تيجي هي رشدي اباظه عمر شريف واحمد رمزي يوسف منصور سناء جميل سرية حلمي عبد المنعم ابراهيم توفيق الدقن عبد السلام النابلسي زينات صدقي ماري منيب فطاحل في التمثيل كلهم عالميين. انا سناء جميل دي مثلا ممثله طبعًا عالميه طبعًا صلاح منصور ده ممثل عالمي طبعًا محمود المليجي ممثل عالمي طبعًا ستيفان روستي فزكي روستو معانا نقول فريد شوقي كل دي ناس ادائهم كله ما فيش فيه اي حاجه اوفر، لكن الحاجات اللي فيها كرتون زي ما بتقولي او بعض الحاجات لا ممكن بعض الافلام اللي كانت تقنيه الاكشن فيها ضعيفه فتحس ان حاجات كرتون بتقع او كده دي، لكن طبعا دي بتتطور بقى مع التطور الطبيعي ان التصوير بيتطور والكاميرات بتتطور والناس دلوقتي السوشيال ميديا بقت تخلي الناس بتركز اكتر فبقوا الصناع بيهتموا بحاجات اكتر، لكن كاداء احنا يعني بدايه ونهايه مباراه تمثيل فظيعه طبعا طبعا. اذا هو قال عنك انت رشدي اباظه انت بتحبي تكوني سعاد حسني الوقت الحالي او مثلا فاتن حمامه الوقت الحالي، ولا بتحبي تكوني مي عمر؟ انا احب اكون مي عمر، بس اكيد نفسي ان انا اعمل تاريخ زي ما الناس دي عملت يعني اتمنى ان انا اعمل جزء من تاريخ اللي الناس دي عملته، فالناس دي سابت تاريخ كبير والواحد بيحاول على قد ما يقدر انه يجتهد في اختياراته وفي اعماله ويسيب تاريخ مهم. كل التوفيق لكم، انا بدي اشكر وجودكم لا يوم الحديث لذيذ ومرسي يعني ثانك يو مرسي كل التوفيق للفيلم مرسي ليك. 4 مليون جنيه يبقى بوش حلو. انا لو معايا 100,000 كنت قمت فتحت لك الباب. هتدفع ولا هتستهبل؟ بفكر ادفع واستهبل.